أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم من يخرج الزكاة من ماله عن زكاة زوجته، لأن زوجته أو والده لا يخرج الزكاة فيخرجها هو عنه؟ إذا وكلوه في هذا وأنابوه في هذا فهذا يبرئ ذمتهم، أما إذا أخرجها وهم لم يوكلوه ولم يعلموا بذلك إنها لا تبرأ ذمته، لأنه إخراج الزكاة عبادة، عبادة لا تصح إلا بنية. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. هذا في الأمور الواجبة. أما المستحبة، تتصدق عن والدك، تتصدق عن فلان، فلا يحتاج إلى أنك تخبرها أو ينوبك في هذا، هذا يسمى الإهداء، تودي له الثواب. نعم.